وي جو فو دير طابو خاف من واحد مدام ماي ما خاف حتى عذرين انا خاف من حتى واحد خاف غير من ربي الباقي كله مع بالي به ناصر كي تران طابو طابو بوشاشي عسول جيلالي هاكم تشوف فيهم ضرك بكل كيما راهم بالعربي بومالا ارحي برك وين تحط يدك خامجه اكثر من خذها وين تحط دماغك بيان سور نقصد نورمال اللي اللي ما عجبوش الحال واش يقدر يدير يدير شوي توجور لا وي مسيو رحماني في فولغاريزيون ماكسيموم توت افي قاعد فولغاريزيون انايا باسكو شوفوا بكري يعني انا تربيت براتيكمون ضمن الشبيبه في المساجد كي كنا صغار الامام تاع المسجد اون جينيرال ما بصح كان واحد الوعي ينشر في الحومه هكذا كانت فيها شويه تربيه واخلاق ايون كومونسي ا رياجير وما كانوا يخدموا فينا سي فولي فهمت عن بعد بيان سور كي كبرتوا كانوا يخدموا فينا باش نوليو اون فورم دو سولدا بصح كانت توعيه يفوك ديفوندي بنت جارك يفوك ديفوندي جارك يفوك ديفوندي الدروج تاع لي مبل يفوك ديفوندي الحومه بكري جماعه طفله بنت الحومه داخله الحومه واحد ما يوم مرضيها ياكلوا كارتي كامل ياكلوا ما كان لا خوها لا بابا الحومه تاكلوا دوكا واحد اسمه اف اولد عندك لينرجي تقول فاطر فاطر انا ما نصومش انا ما عجبش الحال طبق عليا قانون بوتفليقه انا ما نصومش عندي 10 سنين ما صومتش وبالك الاجر نتاعي اكثر من تاعك نتاع هذا من الشعب هذا غبي يحوس عليا فاطر ولا صايم الشعب يحب يدخل لك حتى في داخل قشك الداخل يحوس عليا صايم بالك مانيش مسلم بالك مسيحي بالك يهودي بالك اصلا مازلت ما خيرتش الدين تاعي لانه قريت البخاري خرجت من الاسلام راني قاعد نسركل بالك نعاود نولي للاسلام تحوس عليا تكي بوند معليش انا في العواشر كادر تي نابيل با سور سو تيليفون سيل تو بلي عيط في الاخر راح تعيط فوالا دونك قلت لكم حاجه صرات هنايا يعني سي اكسترا اوردينار لي زيتوديون شمو شما خبرك يفر بلوكي لي زونيفرسيتي وقادرين يقلبوها وقلتها لكم كي شفنا لي زيماج نتاع السطاد ولا البوليسيه يخبطوا في لي جون هذوك وهما على جالت بي اكسترا قلت لكم والله يعني انا تيجي هنا قاعد نحكي مع شاف لي زيماج هذو يقصر معايا قال لي طنطا على بالك قال لي سينو بوندون لا فيل داتونت نتاع ان كونسير ولا تاع ماتش دو فوتبول لا بوليسي ضربونا هكذا قال لي اون اتوندرا ني لو مينيستر ني لو ديبوتي قال لي باريس راه ميزا في اسونت قال لي باريس لهبوها هادو تعول عليهم بلاكم بصح المسطول هذاك مطايش لي في الحومه لعبها مافيا ما تعولش عليه هذاك هذاك غاشي رحمني صح فطورك ابر سو لايف اسي تي سافي اون مي دي تابي بيرسونيل بور بريزيرفي لور بلاص بارمي لا مسيو ومدام نوري لازم تطهير المساجد يفو ان اسينيسمون دي موسكي شوفوا لي زيمام بكل نو فالريان يفو كي يعاودوا يروحوا يقراو لي موسكي دو فتات اورغانيزي اوترمون لي ليو دو كولت باش ما يكونوش دي تريبون للفساد لانه الائمه اللي يطلعوا على المنبر باش تكونوا في علمكم كلهم فاسدين الا من رحم ربي اقلها شيء يكذبوا عن الرسول عليه الصلاه والسلام اقلها شيء يكذبوا على الرسول اقلها شيء يصدروا قوانين ربي ما صدرهاش واحكام ربي ما قالهاش يفو ان اسينيسمون شوف في البرنامج نتاعنا احنا الدين ما ندخلوش فيه الدين فهو قضيه شخصيه بصح مسجد كنيسه سيناغوغ معبد بودي معبد يعبد الكلاب tous les discours sont traités par les services de renseignement نحكم عليك une tentative d'abrutissement تاع لي بروبي اللي يجيو عندك كيما يقولوا لي كريتيان داك ربي باشا ديدو روح انت دير لنا امام لا ما تقدرش باسكو لازم تجيب امام قد مخك انت انا كون ندير امام ما تفهمنيش الكافي
بون، هل انتم معارضه سياسيه استاذي؟ احنا كنا حزب مواجهه ماشي حزب معارضه، والغينا الحزب على جلسه البرنامج نتاعنا، لان البرنامج نتاعنا فهمنا باللي ايفيكتيفمون الشعب ما يقدرش يفهم البرنامج نتاعنا، لانه برنامج تكنوقراطي. حلينا الحزب، قلنا ما كان له، كملت انا في النضال اسيد اورغانيزي التيارات السياسيه باش نديروا جبهه واحده اكثر، بون ما توفقناش وحكيت في الموضوع هذا. لكن رجع الوقت حطينا اون شيونس 2024 اون فير لو ماكسيموم، وجبهه القوى الحيه ثاني كيف كيف ماشي حزب معارضه، حزب كيما اسمو، دونك جبهه باش تواجه. سي ان بارتي دافرونتمون. علاش لافرونتمون؟ سي كوا ان بارتي دوبوزيسيون؟ سي كوا لا ان بارتي دوبوزيسيون؟ ان بارتي دوبوزيسيون كونتيا اون بوليتيك اون فاس. حزب معارضه لما تكون سياسه في الواجهه الاخرى، مثلا عندنا حكومه يمينيه دارت برنامج، انا حزب معارضه يساري ولا حاجه نعرض السياسه نتاعها. حنا في الجزائر ما عندناش سياسه، واش حتعرض؟ تعرض واحد ينوض ما يعجبوش الحال يديك الحبسه، تعرض واحد ينوض غدوه يهبط الدينار ويخرج لا بلونشا بيه طبع الدراهم بلا ما يشاور حتى واحد، بلا ما يفسر لك على واه، واش تشاور؟ دونك هنا حنا افرونتمون ماشي معارضه. معارضه غدوه لما تولي الدوله مثلا قال فيها احزاب سياسيه وفيها امورات منفتحه وكيما الدول، وعندنا كميه كبيره كلا بلوبار دو نو دو بوبل الجزائري يكون الحق لان سيرتان سوي كيما نقولوا حنا تاع وعي سياسي اكسترا، يعرف يفوطي، يعرف يتبع البرامج السياسيه، يعرف يفرز. وي دوكا نو، شو من المعارضه؟ واش تعرض؟ تعرض واحد كيما ايمن هذاك واسمو برومي مينيستر، واش تعرض فيه؟ هذا تهزو تصدر عليه حكم 250 سنه سجن واشغال شاقه ومن بعد تحاكمه ولا بالي واش قال نهضر. واش تعرض؟ تعرض واحد كيما تبون راسك مو رافع عليه القلم ولا قطع له راسو، تي با شوا يا ديكلاريه مسكين يا تقطع له راسو. نعم مسيو خالد تاز، مالك بن نبي ومحمد عركون اكسترا، وبعض الشخصيات الجزائريه اللي الجزائريين يعني عامين الشعب عليها، كاين ثاني بشير الابراهيمي، كاين شيخ عبد الحميد بن زيد، كاين العربي التبسي، يعني بوكو بوكو دانتيليكتويال في الحركه. الحزب ثاني لازم نحكيو على الحزب الشيوعي الجزائري لو بي سي ا، كانوا فيه ثاني ناس خدموا التوعيه في الاوساط الشعبيه. يا بوكو يا بوكو تظافر، مي هذوك حصص بو بارتيكولير ما يكونوش في رمضان. في رمضان جوست اون في ويب دايري ولا في فوا شاك دو سيمين ا بري، ديجا الموضوع نتاعها حساس بزاف على رفض الاحزاب والانخراط في اي تكتل حزبي او جمعوي او نقابي، لانها كلها ملغمه. احمد عبد الكريم، وي توتافي ملغمه. حنا طلبنا انهم يخلقوا هما بعد دي سانديكا تاعهم، حنا طلبنا من لي زيتيديون هما بعد. مي كي تسمع انت دي زيتيديون خرجوا يعيطوا لك حمار دي زاد صحفي حر، المواراه اللي طيح لك يولي في الصباط كي غادي زيتيديون هكذا، ما الاخر زي ما لكن لي زيتيديون تاعنا الطليه الاخر جاز الطليه ليه